مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء ستبقى غائمة جزئيا بالمناطق الشمالية للوطن، ثم تتلبى تدريجيا والفقة ببعض الأمطار خلال ليلة الغد على السواحل الغربية. الأجواء ستبقى إذن شبه رعدية فيما يخص الولايات الوسطى، ضباب كثيف سيميز صبيحة الغد، هذا بالنسبة للمدن الساحلية. بالجنوب الجزائري استقرار لكل العناصر الجوية عدا تشكل بعض السحب مرفوقة ببعض الأمطار فيما يخص مناطق الجنوب الغربي للوطن، مع زوابع رملية موسمية فيما يخص الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري. عن درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، تتراوح ما بين 7 درجات إلى 11 بالنسبة للسواحل، 5 درجات بباتنا قسنطينة سطيف، 7 درجات بالجلفة وتيرت، 8 درجات بالبيض، لن تتعدى 13 درجة بشمال الصحراء، 17 بأدرار، 16 بإن صالح، 11 درجة بإليزي، 12 بمرتفعات الهجر والتسيلي، 17 درجة كلما اتجهنا نحو برج برج مختار إنكسام. عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض مقارنة بنهار اليوم، 19 درجة بالجزائر العاصمة، بومرداس تيزي وزو، 18 بعنابس كيكدا وهران مستغانم، 22 بالجلفة، 20 درجة بتيارت والبيض، لن تتعدى 26 درجة بشمال الصحراء، 27 بتندوف، 29 درجة بصحراء الوسطى لتقارب 37 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. للملاحة والصيد البحري نهار الغد، إذن البحر سيبقى مضطرب إلى هائج وخاصة على السواحل الوسطى والغربية، سرعة الرياح تشتد يمكن أن تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، 30 كيلومتر على السواحل الشرقية، الرياح ستأتينا ضمن التيارات الشرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل. خارج الوطن إلى شمال إفريقيا، أن الأجواء ستكون مغشاة جزئيا بتونس وطرابلس، مع 20 درجة بتونس، 19 درجة بطرابلس، نفس الأجواء بالقاهرة مع 18 درجة، الأجواء مشمسة تماما بالخرطوم مع 32 درجة، نفس الأجواء بنجامينة مع 36 درجة، 37 بنيامين، نواكشوط الأجواء غائمة كلية مع 27 درجة، وفي الأخير بالعيون المحتلة الأجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 24 درجة مئوية. شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها نهار الغد بحول الله سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و23 دقيقة. عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.